أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم لبس البنطال للرجال في بلد غير إسلامي، أو أنه يلزم بلبس الثوب والعمامة؟ اللباس الأصل هي الإباحة، ما دام يستر العورة، ما دام أنه يستر العورة وليس فيه تشبه بالكفار فهو الأصل فيه الإباحة. ما فيه تشبه ويستر العورة هذا الأصل فيه الإباحة، أما إذا كان ما يستر العورة فهو لا يجوز، أو كان فيه تشبه بالكفار فإنه لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: واللي في غربة ويخاف من الكفار إذا لم يلبس لباسهم يخاف منهم، يباح له في هذه الحالة أنه يلبس دفعا للضرر، يلبس لباسهم دفعا للضرر لئلا ينظرون إليه ويعرفونه ويوقعون به الضرر. أما إذا كان ما يجيه أذى منهم فيبقى على لباسه، إذا كان ما يجي هذا من الكفار يبقى على لباسه. نعم. إنما يجوز هذا عند الضرورة إذا خشي منهم وخاف منهم. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله شيئا من ذلك في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، إنه عند الضرورة إذا خاف منهم يلبس لباسه. نعم.